والله الحمد لله على كل حاجة. الإصابة دلوقتي بقالنا 3 شهور ونص، فالحمد لله وصلت لحاجة كويسة جدا، عديت الفترة الصعبة اللي في الأول. فدلوقتي الشغل كله بس إن الرجل قوة ترجع زي ما هي. أول ما القوة ترجع زي هي نبتدي جري جري، يعني خلاص العجلة دارت. فالحمد لله إن شاء الله إحنا في نص الطريق، بقت الصعب نص الطريق الباقي تظبيط، وإن شاء الله يعني 3 4 شهور راح يكون جاهز. كابتن عمر يعني مؤخرا رحل روبرتو جارسيا باروندو وتعاقدنا مع مدرب جديد من نفس المدرسة الإسبانية، شايف انه هيكون امتداد للإنجازات اللي عملناها مع باروندو، ولا الوضع هيبقى عامل ازاي لمنتخب مصر في الفترة المقبلة بعد كمان مثلا اعتزال الأسطورة زي احمد الأحمر؟ يعني والله بص، طبعا هو اولا المدرب الجديد كويس جدا، هو يعتبر يعني المعلم بتاع الناس الأسبان دول كلهم، اكيد هيبقى اضافه لينا. والجيل اللي موجود كله هو اوريدي عنده ثقافه ان هو لازم يبقى عايز يطور من نفسه وعايز يعمل حاجه دايما. فاعتقد ان الفتره الجايه هتبقى تحدي لينا جديد ان احنا نفضل مكملين على نفس المستوى ونوصل لمستوى احسن ان شاء الله. يعني اتمنى ان احنا نوصل لحاجات اعلى من اللي فات ان شاء الله. كابتن يحيى، ممكن تلحق حاجة من الموسم دوت بعد العودة من الإصابة، ولا خلاص هو مع بداية الموسم الجديد؟ والله يعني أنا بحب أكون متفائل، يعني إن شاء الله لو فرقة وصلت فاينل فور احتمال يكون في مشاركة، بس طبعا كل حاجة على حسب رجلي، مش عايزة أكون بقرص قوي على نفسي. مهم إن طول ما الدنيا ماشية كويسة، لو ركبتي ماشية على الطريق السليم مفيش أوجاع مفيش حاجة، عشان الحاجات دي بتبقى على كل واحد على حسب جسمه، يعني في ناس بتحتاج 6، في ناس 7، في ناس بترجع في 5، فكله على حسب جسمي هيرياكت ازاي ضد أي حاجة. فلو إن شاء الله ماشية الدنيا كويس والفرقة ماشية يا رب إن شاء الله يوصلوا الفاينل فور، إن شاء الله أكون موجود. كابتن عمر، يعني بعد خلاص وصلنا للجزء الأخير من الموسم في كرة اليد المصرية، و المفروض فريقك الزمالك على موعد مع مباراة مع الأهلي في نص نهائي الكاس، وكمان طبعا المرحلة الأخيرة من بطولة الدوري. شايف فرصكم إيه السنة دي في حصد البطولتين؟ يعني والله بص، احنا مش بطولتين بس، كمان عايز أقول لك فاضل شهر ونص تقريبا، احنا عندنا سيمي فاينال كاس، وعندنا الدوري كمان، وعندنا سوبر أفريقيا، وعندنا بطولة أفريقيا، فكل ده هنلعب فيه الأهلي، يعني كل البطولات دي هنلعب فيها الأهلي. فطبعا يعني اتمنى ان احنا برضو نفضل ماشيين بنفس المستوى. احنا لعبناهم السنه دي 5 ماتشات كسبين 4، فاتمنى ان احنا نكمل كمان. والفتره الجايه دي اهم بقى فتره في الموسم، هي كل البطولات، يعني اللي فات ده كل حاجه واللي جاي ده كل حاجه تانية، يعني فان شاء الله خير. يعني ان شاء الله بمناسبه ان انتوا لعبتوا 5 ماتشات وكسبتوا 4، ايه رايك في نظام البطوله في مصر عندنا ان انت ممكن تلعب 6 ماتشات تكسب 5 وتخسر 1 تخسر البطوله؟ والله هو النظام كله يعني ممكن يكون معمول عشان خاطر يعلي المستوى شويه بتاع اللعيبه، لان معظم لعيبه المنتخب من الاهلي والزمالك، فقصه ان انت تلعب ماتشات اهلي وزمالك كتير ده عشان تعلي المستوى بتاع اللعيبه اللي هي اللي انت بتحتاجها دوليا بقى، لان انت عندك بقيه اللعيبه كلهم محترفين، فالمحترفين دول كده كده اوريدي بيلعبوا تشامبيونز ليج وبيلعبوا ليفل عالي، انت محتاج تعلي الليفل بتاع اللعيبه الثانيه عشان تبقى قريب من الناس المحترفين. فدي طبعا حاجه كويسه، هي ممكن ما تبقاش فير شويه ان انت ممكن فعلا كنادي تكسب مثلا 4 من 5 وفي الاخر تخسر ماتش انت خسرت كل حاجه، فبس اهو يعني انت عايز تعلي الليفل بتاعك. طبعا عندكم في المجر مش كده النظام عادي زي كره القدم دوري رايح جاي؟ والله لا، احنا عندنا نظام برضو مختلف شويه، يعني بيبقى رايح جاي كله، وبعدين اول وتاني بيلعبوا رايح جاي على الدوري، فهو برضو يعني النظام بيحاول يزود شويه من التنافس، عشان الدوري المجري يعتبر دوري ما فيهوش غير فرقتين اللي هم فيسبرم وساجد، هم عندهم القوه الكبيره عن بقيه الفرق، فبيحاولوا يكون في ماتشات استعراضيه شويه، يكون في جماهير اكتر كده. بس للاسف انت برضه ممكن احنا السنه اللي فاتت كسبناهم رايح راجع، وكسبنا على ارضنا فرق واحد، سوري على ارضهم فرق واحد، خسرنا اخر ماتش على ارضنا فرق واحد، كان هم عاطين جول ازيد فكسبوا البطوله، فالموضوع كان برضه يعصب يعني. بس خلاص هي في الاخر لو الرولز محطوطه من الاول، انت لو خسرت يبقى انت خسرت، يعني مفيش حاجه تتقال. يحيى خالد وعمر بكار، ما اعتقدش ان في ناس كتير من اللي بيتفرجوا علينا يعرفوا ان انتوا قرايب. دي معلومه جديده، ده هو كبير كمان طويل هو بينكم ايه بقى؟ لا قريبه جدا، هو ابن عمتي.
بتقعدوا مع بعض في نفس الاوضه في المعسكرات ولا كل واحد بيبقى مع حد تاني؟ لا كل واحد بيقعد مع حد تاني. هو عاده بيقعد مع سيف صحيح يحيى وسيف الدير. انا بقعد مع ابراهيم المصري وهو من المنتخب من قبلي فمع جيله وانا مع انا الصغارين بس كلنا حبايب يعني. افتقدته في الاولمبيات الاخيره وقصد في كاس العالم الاخير ولا كان عادي يعني؟ مفتقدينه جدا يعني والله بجد يعني سواء كان بره الملعب لا يعني بره الملعب احنا انت عارف على طول هزار وضحك في المنتخب احنا على طول بنقعد مع بعض ونقعد نضحك ونهزر طبعا مفتقدينه جدا في الحته دي. جول الملعب يعني كل مصر عارفه مش احنا بس يعني كل مصر عارفه احنا قد ايه مفتقدينه في الدفاع وفي الهجوم. اللي مو كانوا موجودين طبعا قدوا بس يعني في ستيل يحيى عامل فرق كبير قوي سواء دفاع او هجوم فيعني ان شاء الله يرجع وان شاء الله يبقى احسن انا متاكد فيعني مستنيه بجد يعني كلنا مستنيينه. وبعتقد اول بطوله لمنتخب مصر اعتقد هتكون رجعت ان شاء الله وتلحقها ان شاء الله. البطوله الجايه في شهر 1 في مصر افريقيا ان شاء الله اكون جاهز جدا ساعتها. هو ده الهدف بتاعي يعني دلوقتي ان على ما توصل البطوله اكون ان شاء الله في فورمه كويسه جدا.